مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه، وتب علينا يا أرحم الراحمين، ووفقنا يا رب العالمين. اللهم حل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للأستاذ الإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وبدأنا في باب أحكامهم في السفر، أحكامهم في السفر أي آدابهم إذا سافر من تخلق بأخلاق الصوفية وصفت نفسه، كيف يكون حاله في السفر. والسفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق صاحبه، فإذا تعاملت مع إنسان ولم تسافر معه ولم تعامله في المال كأنك لم تعرفه. لا تعرف الإنسان إلا إذا تعاملت معه بالمال ثم تعاملت معه في السفر، لأن السفر يسفر عن أخلاق صاحبه. فأحكامهم في السفر أسفرت عن أخلاقهم، ولذا ذكر هذا الباب حتى يبين لك كيف يكون أخلاق الصوفي المتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المتحقق بالوراثة النبوية والخلافة المحمدية، كيف يكون حاله في سفره مع أقرانه ومع تلامذته ومع مشايخه. فيذكر لك بعض أحوالهم فيقول، خصوصا أن السفر سفران، سفر حسي وهو قطع المسافة، وسفر معنوي وهو قطع مسافة النفس إلى الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. فالكل مسافر، مسافر حسا ومعنا، فالروح مسافرة في النفس إلى بارئها، لأنها مخلوقة من عالم الأمر دراك عالمة، ولكن لما اختلطت بالحس تحولت إلى نفس، وهذه النفس تحولت إلى مراحل كثيرة وأطوار كثيرة، وأدناها هي النفس الأمارة بالسوء. كل هذه الأشياء تجعل الإنسان محجوبا عن ربه. فالروح لما اختلطت وصارت نفسا صارت مسافرة من حالتها النفسانية إلى حالتها القلبية إلى حالتها الروحانية إلى حالتها السرية، فهي مسافرة أيضا، ولكن سفر في المعنى وليس في الحس، كما أن الجسد يسافر في الحس. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول، سمعت محمد بن أحمد النجار يقول، سمعت الكتاني يقول، وقد قال له بعض الفقراء أوصني، فقال اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجد، وألا تموت إلا بين منزلين. يبدو أن بعض الفقراء كان مسافر سفر حسي، فبيقول له أوصني، فقال اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجد، يعني بمسجد شكل، كل ليلة تنام في مسجد شكل حتى لا تشتهر في مكان تتشوث بالشهرة وإقبال الناس عليك. اجتهد أن تكون في كل مرة تبات في مسجد شكل، في مدينة شكل، وألا تموت إلا بين منزلين، يعني تكون في حالة ترقي مستمر، لأن المنزل منزل النفس ومنزل القلب ومنزل الروح في سفرها إلى الله، أيضا تمر على منازل ومراحل استراحات، كما يمر الجسد في سفره الحسي إلى استراحات، تمر أيضا الروح باستراحات، وهذه الاستراحات تسمى منازل. فأراد له أن يكون في دوام الترقي، ألا يقنع بمنزل فيعيش فيه، لأنه لو قنع بمنزل حجب بهذا المنزل عن مقصده الأصلي. فتصور أنت مثلا مسافر بلد معين ونزلت ترانزيت بلد معين، فأنت عجبك السوق اللي في الترانزيت ده، قعدت بقى في هذه المكان اللي هو الاستراحة وما سافرتش، والطيارة قامت، توصل مقصدك؟ يبقى إيه؟ يبقى المنازل قواطع، المنازل قواطع. عشان كده بيقول له يعني اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجد، يعني هروبا هروبا من الشهرة، لأن الشهرة تؤدي إلى الانقطاع والانشغال بالناس. ثم بعد ذلك، واجتهد أن تكون في دوام الترقي، فلا تكون راك إلى منزل دون منزل،
فتموت أنت بين منزلين، يعني منازل إيه الترقي. ويحكى عن الحصري أنه كان يقول: جلسة خير، جلسة خير من ألف حجة، أو جلسة خير من ألف حجة، وإنما أراد جلسة تجمع الهم على نعت الشهود، ولعمري إنها أتم من ألف حجة على وصف الغيب عنه. يعني جلسة مع عدم الغفلة، جلسة مع الله سبحانه وتعالى في موضع القرب وموضع المعرفة وموضع رؤية الحكمة وموضع إدراك القدرة وموضع رؤية صفات الله فاعلة، كل هذه الجلسات أولى من ألف حجة وأنت غائب عن شهود ذلك، وتتزاحم بجسدك مع الأجساد المتزاحمة ثم تعود، وليس لك من حجك إلا إرهاق البدن دون الترقي في منازل القرب. ولعمري إنها أتم، يعني هذه الجلسة أتم من ألف حجة، وأتم هنا بمعنى يعني أفضل، أكثر قربا، أكثر ثمرة، على وصف الغيبة عنه. سمعت محمد بن أحمد الصوفي رحمه الله يقول: سمعت علي بن عبد الله التميمي يقول: حكي عن محمد بن إسماعيل الفرغاني أنه قال: كنا نسافر مقدار 20 سنة، أنا وأبو بكر الزقاق والكتاني، لا نختلط بأحد. كان سفرهم إلى غير وجهة، كان سفر الصوفية إلى غير وجهة، فرارا من المكان إلى الله، علشان كده كانوا إلى غير وجهة. فتلاقي في سفرهم ما يترخصوش، كثير منهم كان لا يترخص في السفر لأنه مسافر إلى غير وجهة، هو كل مقصده فرارا من المكان حتى لا يركن إلى المكان ولا يركن إلى أهل المكان، فيبقى باستمرار خارج عن عادات نفسه ومألوفات نفسه، فهو من باب التهذيب. فبيقول ان في بداياتهم كانوا قعدوا 20 سنة في سفر مع ابو بكر الزقاق والكتاني، والقائل هنا هو احمد اللي هو محمد بن اسماعيل الفرغاني. ظل 20 سنة يسافر هو وابو بكر الزقاق والكتاني، لا نختلط باحد ولا نعاشر احد، يعني حتى ما يدخلوا مسجد ما فيش واحد فيهم يقوم يقول كلمة عشان ما يشتهرش، يقوموا تاني يوم يقدموه للإمام، وثالث يوم يعملوا له درس، ورابع يوم الناس تقبل عليه، هم مش عايزين كده. حتى كانوا لا يتقدموا للإمام حتى لا يشتهروا ان هم مثلا قراء بقراءته جميلة او شيء من هذا، كانوا يبقوا عايزين يبقوا ايه مخفيين حتى لا ينقطعوا بأي تشويش عن مراعاة آداب الأوقات مع الله عز وجل. لا نختلط بأحد ولا نعاشر أحدا، فإذا قدمنا بلدا فإن كان فيه شيخ سلمنا عليه، لما يروحوا بلد ويعرفوا أنه فيه شيخ صالح أو والي حتى ولو كان ميت يروح يزوروه وبس، وبعدين بعد كده يتركوا هذا البلد إلى بلد آخر. فإذا قدمنا بلدا فإن كان فيه شيخ سلمنا عليه وجالسناه إلى الليل، ثم نرجع إلى مسجد، أي مسجد، فيصلي الكتاني من أول الليل إلى آخره ويختم القرآن، يعني يختم القرآن في ليلة، ويجلس الزقاق مستقبل القبلة، والزقاق ياخد القبلة ويتوجه إليها يقعد يذكر لحد إيه الفجر، يبقى واحد بيصلي والتاني قاعد يذكر لحد الفجر. وكنت أستلقي متفكرا، والتاني ينام كده على ظهره يقعد يتفكر إيه في مصنوعات الله، في خلق الله، في فعل الله في خلقه، يبقى في عبادة تفكر والتاني عبادة ذكر والتالت عبادة تلاوة وصلاة، كل واحد بيختار له العبادة اللي تناسبه. ثم نصبح ونصلي صلاة الفجر على وضوء العتمة، ويصلوا الفجر على وضوء العشاء، دليل ان هم لا تأخذهم ايه لا يناموا لحظة، يبقى ما كانوش بيسافروا سفر يرهق الاجساد، كان سفر مريح لان هم الى غير وجه، فمش مستعجل، بيسافر براحته، المهم يبقى جسده مستريح، يوم يستطيع ان هو يعني يقيم الليل، ويستطيع انه احيانا كمان يصوم وهو مسافر، ويواظبوا على الصلوات تامة لانهم لا يترخصون، وكل هذا كانوا يفعلونه. بيقول: فاذا وقع معنا انسان ينام، فلو لقوا واحد معاهم نايم في الجامع، ده بيصلي والتاني ذاكر والتالت متفكر،
واحد نايم يقول لك واحد ما نعرفوش، فاذا وقع معنا انسان ينام كنا نراه افضلنا. يبقى كان عندهم تواضع، مش يا ارض تهدم عليك يا ارض، انا قمت انا طول الليل متفكر وانا طول الليل ذاكر وانا طول الليل مصلي، ويبقى اللي نايم ده يدعي. لا، ده كانوا يرى النائم هو افضلهم. يبقى كانوا لا يروا لنفسهم فعل، بل يروا توفيق الله فيهم. فتوفيق الله فيهم ده في حد ذاته يحتاج الى زيادة شكر. فاذا كان النائم ده نائم وهم اكثر توفيقا، يبقى مطلوب منهم اكثر شكرا منهم، يبقى النائم ده افضلهم لانه المطلوب منه اقل، المطلوب من النائم ده اقل لانه غير مكلف، وهم الان فضلهم الله بتوفيقه فصاروا مكلفين بشكر هذا التوفيق. فهمت بقى وجهة النظر؟ لانهم لا يروا نفسهم عاملين الا بفضل الله وبتوفيق الله. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت عيسى القصار يقول، سئل رويم عن ادب السفر فقال الا يجاوز همه قدمه، وحيثما وقف قلبه يكون منزله. يبقى بيكلموا على السفر الى الله، وفي نفس الوقت السفر الحسي، لان السفر الحسي عند الصوفية الى غير مقصد، فكأنه هو حتى في سفر الحسي هو مسافر الى الله. هو يقطع الحس في الظاهر ويقطع المعنى في الباطن. يقطع الحس في الظاهر خروجا عن مألوف المكان، ويريد الخروج عن مألوف ايه؟ النفس. فبيقول له أدب السفر ألا يجاوز همه قدمه، يعني ايه؟ يمنعه من طول الأمل، يعني يبقى همته هي وقته، ما يفكرش بكرة هيعمل ايه، بعد لحظة هيعمل ايه، اسمها عبادة الوقت. يبقى يهتم بحاله الآن، مش يقول طب اما اخلص دي ابقى اعمل كذا. يسوف العبادات، تسويف العبادات سببه الاساسي هو طول الامل. فبيقول له الا يجاوز همه اي همته قدمه، يعني يبقى ايه؟ تسميها انت عبادة الوقت. وحيثما وقف قلبه يكون منزله، ولما قلبه يعني هو بيتحرك، بيتحرك حسب قلبه، يعني منزله، منزلته عند الله، منزلته عند الله حيث وقف قلبه. فإذا وقف قلبه إليها ركن إليها، فتكون إما حجاب أو تكون زيادة تمكين. فإن كانت زيادة تمكين عليه أن يخرج منها إلى غيرها، وإن كانت حجاب عليه أن يخرج أيضا منها إلى غيرها. فهدف الصوفي مش الكرامة، ولا هدف الصوفي هو الترقي، هدف الصوفي هو الوصول إلى الله. لا هو عبد الترقي ولا هو عبد المقام ولا عبد الكرامة. وللأسف لما بيعملوا برامج في التلفزيون يجيبوا واحد من الصوفية بيكلم واحد من الوهابية قدام الملأ، يبتدي الوهابي يزنق الصوفي في الكرامات وأهل الخطوة مش أهل الخطوة، وهي الصوفية مش كده، بل بالعكس الكرامة عند الصوفي مش هي المقصد خالص، وتأتيه عفوا وليست هي مقصده. ده مقصده هو الوصول إلى الله، مقصده هي زيادة المعرفة إلى الله. بدل ما يعرف ربنا بالدليل يعرف ربنا بربنا، هو عايز يرتقي في المعرفة، ده هدفه. تجي له كرامة ما تجيلوش كرامة، دي مسألة دي بتاعت ربنا بقى، دي حاجة بتبقى وهبية وليست كسبية. فعلامته مش هي الكرامة ولا مقصده هو الكرامة. فالصوفية مش هي الكرامات أبدا. اللي يحدد لك الصوفية مش هي الكرامات يلا يروح للحاوي ويتفرج على بتوع السيرك أحسن. عندهم برضو بيعملوا شوية ألعاب كده غريبة، ويجيب لك الصندوق فاضي ويطلع إيده يجيب منه حمامة، ويجيب صندوق تاني يطلع منه تعبان، وصندوق رابع يطلع منه فلوس. طب ما الحكاية بقت سهلة إيه؟ فالصوفي يا جماعة مش حاوي، الصوفي ده راجل يريد أن ينتقل من الدليل إلى المدلول، يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين، بالتحقق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل. ويكون كل ذلك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد اسمه صوفي بيفكر أنه يوصل إلى الله إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقانون الصوفية قائم على الكتاب والسنة أساس، دي الحقيقة. ومن ادعى غير ذلك يبقى مش صوفي، يبقى دخيل زي أي طائفة دخل فيها دخلاء. وحكي عن مالك بن دينار أنه قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد ثم سح في الأرض فاطلب الآثار والعبر حتى تنخرق النعلان وتنكسر العصا. يبقى الهدف من السفر قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل،
قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف بدأ الخلق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امرنا اننا نسير في الارض ونسيح في الارض، وقال السائحين والسائحات. يبقى السياحة في الارض مطلوبة للعبرة ولا لتفحص الاكوان حتى تنطبع صور الاكوان، ولكن لتفحص عبرة الله في الاكوان وفعل الله في الاكوان، حتى لا ينطبع في مرآة قلبك الا فعل الله ولا ينطبع اثار الفعل، بل ينطبع فعل الله نفسه وهو ايه، وهي العظة. فاعتبروا يا اولي الابصار، ادي العبرة. وقيل كان ابو عبد الله المغربي يسافر ابدا ومعه اصحابه، يعني دائم السفر والترحال والانتقال، وكان يكون محرما، فاذا تحلل من احرامه احرم ثانيا، يعني كان باستمرار يسافر، يعني ينتقل من بلده الى مكة ويحرم، واول ما يرجع ثاني يرجع ثاني ينتقل ويحرم، وهكذا كان دائم الترحال والسفر، وسفر للعبادة. ولم يتسخ له ثوب ولا طال له ظفر ولا شعر، يعني كان يراعي آداب الإسلام في سفره، فكان يحافظ على سنة النبي الظاهرة، فكان يقصر شعره ويقطع ويقصر أظفاره وهي السنن الظاهرة، ويحافظ على الثوب الحسن والثوب النظيف. فالصوفية ليست هي ثوب متسخ ولا شعر طويل أشعث أغبر ثم يقول هذه هي الصوفية، بل الصوفية هي مراعاة الجمال الظاهري مع مراعاة الجمال الباطني. وكان يمشي معه أصحابه بالليل وراءه، وكان بالليل لما يمشي يخلي أصحابه وراءه، فكان إذا حدا أحدهم عن الطريق يقول يمينك يا فلان، يسارك يا فلان، وهو مديهم ظهره. يبقى هو بالليل بيمشي قدامهم عشان يبقى دليل ليهم، وعلشان يتحسس الطريق فإن كان هناك أذى يتحمله هو عنهم. يبقى الشيخ له واجبات في السفر مع تلاميذته، ان هم يكفيهم مؤنة السفر، يكفيهم جهة السفر، وبعدين يتحسس مخاطر الطريق قبلهم في الليل. انما في النهار لا، في النهار مش مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حمي الوطيس يكون اقرب الناس الى العدو صلى الله عليه وسلم حتى يتلقى الاذى هو صلى الله عليه وسلم، فاذا هدأت حرب المعركة كان الصحابة يتقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الغنائم وغير ذلك. وكان يمشي معه أصحابه بالليل وراءه، فكان إذا حدا أحدهم عن الطريق يقول يمينك يا فلان يسارك يا فلان. يبقى دي من باب الكرامة، يعني ربنا بيجعله يرى من خلفه وراثة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لأصحابه حتى يتبعوه ويروا فيه خصوصية، يوم يظل على اتباعه والتأدب بآدابه. وكان لا يمد يده إلى ما وصلت إليه يد الآدميين، يعني ما كانش يأكل أكل الناس الآدميين في طول سفره ده، كان يأكل من ورق الشجر كده أي حاجة في الطريق يأكلها. وكان طعامه أصل شيء من النبات يؤخذ فيقلع لأجله. وقيل كل صاحب تقول له قم فيقول إلى أين، فليس بصاحب. صاحبك اللي هو يمشي معك من غير ما يسألك أنت رايح فين، ده يرى كده. نعم، أول ما تقول للواحد تعالى معي يقول لك فين، اعرف ده مش صاحب، ده ما ينفعش معاه في السفر، لأن سفر الصوفية لغير مقصد. حلو الى عين، ازاي الى عين، احنا مكتبنا الله، انت تايه لسه مش عارف احنا مسافرين لفين. يبقى ده صاحب تايه، اللي يقول الى عين ده يبقى تايه لسه مش عارف مسافرين فين، احنا مسافرين الى الله. فاول ما يقول له الى عين يعرف انه مش ده لسه مش عارف مقصده ولا عارف وجهته، فده ما تصاحبوش في السفر، هيقطعك ويعطلك، وكل شويه في الطريق يقول لك انا نفسي اكل كذا ونفسي اشتري حاجه للعيال وعايز اجيب مش عارف، هيضيع وقتك. فيبقى ده ابعد عنه حينه هيقطعك. وفي معناه انشدوا اذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب ام لأي مكان، يعني لما تطلب النجدة منهم لم يسألوا من دعاهم لأية حرب، اما تقول له مثلا الحقني انجدني، حاجة غريبة، مع ان الواحد اما يقول لحد انجدني واخد وقت ما حدش يقول عليه ده مشرك، لكن اول ما يقول اغثني يا رسول الله يقول عليه مشرك. بقى سائر الخلق تنجد وسيد الخلق ما ينجدش، حاجة غريبة يعني اغثني يا رسول الله يعني تبروها شرك، واغثني يا اسعاف القاهرة اللي هي ما بتجيش اصلا ما يقولوش عليها شرك،
حاجة غريبة الشكل. كل الحكاية يقول لك اصل اسعاف القاهرة السواق حي بيسوق وعنده كلاكس، انما اسعافنا سيدنا رسول الله ده مات، ده الرسول صلى الله عليه وسلم احيا من الاحياء، للي يفهم احيا من الاحياء، ولكن الله سبحانه وتعالى ابطنه في اكوانه كما كان صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره لاختيار النبي ذلك وتيسيرا على امتي حتى يكون مع امتي في كل مكان. لكن لو كان محبوسا في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم لكان يبقى في المدينة بس، لكن النبي اختار الرفيق الاعلى حتى يكون مع امتي في كل مكان. كل واحد بيصلي في اي حتة يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله، بيخطبه وهو في برزخه، صارت الاكوان بالنسبة للنبي ككفك بالنسبة لك، كل الاكوان بالنسبة للنبي ككفك انت الان. فاي واحد يستنجد بالنبي في اي حتة في اي مكان النبي شايفه، وحينجده بربه لان ربه يسارع الى مرضاته صلى الله عليه وسلم، لانه رسوله خلقه رحمة للعالمين فجعله سبب للرحمة. لكن مش فاهمين، انجدني يا دكتور ويجي الدكتور يديله دواء غلط يموته، لا مش شرك. لكن لما اقول انجدني يا رسول الله يبقى شرك، اللي هيديله الحياة اذا دعاكم لما يحييكم. يلا معلش. اذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب ام لأي مكان، يعني من باب الشهامة والنجدة. اما تلاقي حد، انت الوقت لما الطفل يقول لابوه الحقني يا اب، يجي ابوه يقول له الحقك منين، اول ما يجي يروح واخده على طول شايله في حضنه ما يسألوش، وبعد ما يشيله يطمئن عليه يبتدي يتفاهم بقى. لكن الاول ينجده مش كده برضه؟ ولا هيبقى الوقت في الحريقة وفي النار يقول له ايه اللي وقفك هنا، ايه اللي دخلك وسط النار، ليه، ايه اللي خلاك تلعب في الكبريت؟ طب ما على ما يبتدي يتناقش معاه يكون اتحرق، مش كده برضه؟ اتحرق في نار الشهوة وفي نار الغفلة وفي نار المعصية، وعلشان كده هو بينجده، هو شايفه في نار اخرى انت مش شايفه. فهمت؟ وحكي عن ابي علي الرباطي قال صحبت عبد الله المروزي وكان يدخل البادية قبل ان اصحبه بلا زاد ولا راحلة. يعني عبد الله المروزي كان من اهل التجريد، اهل التجريد دي لهم اداب في السفر غير اهل الاسباب. اهل الاسباب ياخد معاه اكله وزاده وزواده ومسافر، لكن اهل التجريد تعاملهم مع الله مختلف، لما يجي سافر ما ياخدش حاجة، يدخل الصحراء كده وخلاص وهو على الله، ربك بقى يأكله يجوعه يهلكه، هو ما تفرقش معاه، هو مع الله وخلاص. دول اهل التجريد. اهل الاسباب لو مشيوا كده ربنا يعاقبهم لان مش ده مقامه، يبقى دول بيتحركوا ايه على حسب مقامهم، كل واحد له مقام مع الله والشرع الشريف في ده وفي ده. يعني في من الصحابة من يفعل كان يفعل ذلك، وفي من الصحابة ما كان اذا سافر يأخذ معه زاده وزواده، ففي من الصحابة اهل تجريد وفي من الصحابة اهل اسباب. فده كان من اهل التجريد عبد الله المروزي، وكان يدخل البادية قبل ان يصحبه ابي علي الرباطي بلا زاد ولا راحلة. فلما علي الرباطي جاء صاحبه قال لي ايما احب اليك، ان تكون انت الامير ام انا؟ التاني شيخ كبير، علي الرباطي ده لسه سنه اصغر منه. فلما حب يصحابه قال له الوقت لازم نعمر واحد فينا، انت تحب مين الامير فينا، انا ولا انت؟ طبعا انت هتختار مين؟ الكبير. قال له انت طبعا انت الامير. فقلت لا بل انت. فقال وعليك الطاعة؟ فقلت نعم. فاخذ مخلاة ووضع فيها زادا، لان التاني من اهل الاسباب، التاني من اهل الاسباب، فراع حاله. فلما عرب هو الامير هو مسؤول عنه، فيقوم ابتدى يتعامل معه على مقامه هو، فخد له بقى ايه الزاد بتاعه في المخلاة وشاله له هو وحملها على ظهره. فاذا قلت اعطني حتى احملها، التاني يقول له طب اديني اشيلها، ده الزاد هو اصلا ما بيطلعش بزاد، ده هو شايله عشان انا. فالتاني بقى يقول له طب اديني انا اشيلها، انا الاصغر اقوى حملا وانت الامير، الامير المفروض يعني يتخدم. قال الامير انا وعليك الطاعة. كل ما يقول له اديني اشيلها يقول له انا الامير وانت تسمع كلامي، انا اللي هشيلها، مش هو اللي اختار. يبقى ادبهم في السفر خدمة الاخوان وخدمة الصغار كخدمة الكبار عندهم، يبقى هم في خدمة الناس، دي ادبهم في السفر، ما يتخدمش هو يحب يخدم، هي دي ايه ادبهم في السفر. قال فاخذنا المطر ليلة، ففي ليلة من الليالي في السفر الدنيا مطرت مطر شديد، فوقف الى الصحاء الصباح على رأسي وعليه كساء يمنع عني المطر.
جاب كساء كده زي شمسية ونيمه وقال له اقعد انت كده، وفضل هو واقف ماسك هذا. فكنت اقول في نفسي يا ليتني مت ولم اكن له انت الامير. كل ما اقول له اقعد يقول له انا الامير عليك الطاعه، نام ويغطيه والمطر ينزل عليه، لدرجة يقول لك كان يتمنى ان يموت وما يقولوش انت الامير عشان يعرف يخلص من الازمة. ثم قال لي اذا صحبت انسانا فاصحبه كما رأيتني صحبتك، يعني بكمال الشفقة وكمال الخدمة. هكذا النبي كان مع امتي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اقرا سيرته كلها من اولها لاخرها تجد الحاجات اللي انت بتتعجبها دي النبي شالها عنا صلى الله عليه واله وسلم، مش شالها عن واحد، ده شالها عن واحد، النبي شالها عن الامه بحلقه صلى الله عليه وسلم. وفي حادثه اذكرها ذكروها في كتب الصحاح، في ليله شديده الظلمه في المدينه المنوره يعني ما كانش فيها قمر، سمعوا صوت مرعب، صوت زي انفجار كده في المدينة، فكل اهل المدينة خرجوا يستطلعوا الامر، فوجدوا الرسول راجع، كان هو خرج قبله راجع قال لهم ايه لا بأس عليكم لا بأس عليكم، يبقى هو خرج قبلهم يستطلع وخرج لوحده ما صحش معاه حد وقال لهم تعالوا نشوف ايه الصوت ده، لا ده هو خرج لوحده يتلقى الخطر لوحده عن كل اهل المدينة صلى الله عليه وسلم. فوجدوه عائدا على فرس، كان الفرس ده اصلا لا يركب لانه كان عنده عيب يسموه فرس ايه يعني به قطوف، فرس به قطوف يعني ايه يعني لما يجي يمشي رجليك لف على بعضها كده يقوم يتكعبل ويقع، فرس خيبان كده زي ما تقول عنده شلل اطفال ولا حاجه. فكان ربطه صاحبه على الباب بره لانه ما بيركبوش، فالرسول لما خرج بالليل وسمع الصوت لقى الفرس ده فرح ركبه صلى الله عليه وسلم، فربنا ايه شفى الفرس ببركة ايه ركوب النبي. فانطلق بك الريح الفرس تجاه الصوت ثم عاد وقال لا بأس عليكم. وبعدين قالوا له كيف ركبت هذا، وركب الفرس بغير ايه بغير سرج من غير حاجة يعني مباشرة عليه للعجلة صلى الله عليه وسلم، مش استنى لما توضبوا لي الفرس وضبوا لي الركوبة عشان نروح نشوف الصوت ده فيه ايه، ما يعملش الحاجات دي مش كده برضو صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان يتلقى الاخطار عن امته، ده في حال حياته وفي بعد وفاته كذلك صلى الله عليه وسلم ما زال يتلقى كل شيء، ويوم القيامة هو الذي يتلقى خطر مواجهة الله عز وجل والذي يعني خاف منه جميع الانبياء، كل الانبياء قولوا لسنا لها فان الله غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولا بعدها مثلها، هو الوحيد اللي يقول انا لها انا لها صلى الله عليه وآله وسلم. فما تتعجبش من واحد خدم واحد في سفر وقف كده طول الليل في المطر، نبيك عمل كده لأمتي وأكثر صلى الله عليه وسلم، وما زال يعمل حتى في قبره فيقول تعرض علي أعمالكم إن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت الله لكم صلى الله عليه وآله وسلم. وقدم شاب على أبي علي الرزباري فلما أراد الخروج قال يقول الشيخ شيئا، فقال يا فتى كانوا لا يجتمعون عن موعد ولا يتفرقون عن مشورة، يعني لما تقابل حد في السفر عادتهم كده لما يتقابلوا في السفر قدرا يتقابلوا يقوموا يقعدوا مع بعض شويه وكل واحد بعد كده يمشي ما يستأذنش التاني عشان ما يبقاش فيه ركون لحد، هو اصلا مقصده ربه مش مقصده لقيه المشايخ حتى ولا لقيه الاخوان ولا الانس بهم. فبيقول لهم ده كان عاده الناس اللي هم مقصدهم الله ان هم لما يلتقوا لا يجتمعون على موعد، ما يتفقوش على ميعاد، لان اللقاء نصيب، مش الناس تقول كده العوام يقول لك اللقاء نصيب، ما هو ده صح، لان الله سبحانه وتعالى ان اراد لك ان تلتقي باحد هتلتقي بيه، ولو خدت 100 ميعاد وربنا لا يريد ان تلتقي بيه مش هتعرف تلتقي بيه، يبقوا قاعدين مدين ظهرهم لبعض في الزحمه وبيكلموا بعض المحمول ومش عارفين يقابلوا بعض وهم هيخبطوا في بعض، ده يقول له انا قدامي الحته الفلانيه لانه باصص الناحيه الثانيه، والثاني يقول له انا قدامي الحته العلانيه، وهم الاثنين جنب بعض ومفيش نصيب يتقابله مش هيتقابل، واحيانا يبقى ده في المشرق وده المغرب وربنا يريد النصيب يتقابله يتقابله. وعشان كده كان عادتهم الخروج عن مألوفهم الى الله والى مراد الله قبل علمهم بمراد الله، فكانوا لا يجتمعوا على موعد ولا يتفرقوا عن مشهور كمان، ده ايه في حال سفرهم. وعن المزين الكبير قال كنت يوما مع ابراهيم الخواص في بعض اسفاره فإذا عقرب تسعى لفخذه فقمت لأقتلها، فمنعني وقال دعها كل شيء مفتقر إلينا ولسنا مفتقرين إلى شيء،
يعني العقربة جعانة عايزة تاخد حبة وجعانة سيبها تاكل بتسعى رزقها. كل الخلق مفتقر الينا واحنا مفتقرين الى الله. اوعى تعمل انت كده، واخد بالك؟ لان انت مش من مقام سيدنا ابراهيم ابن ادم. سيدنا ابراهيم ابن ادم كان وصل الى مرحلة مع الله كان في كمال الرضا، في كمال الرضا وفي كمال المعرفة، ومش بيجرب مع رب، لا مش بيجرب مع رب ولا سمح الله، فكان حتى لو لدغته العقرب ما تأثرش فيه. وسيدنا خالد بن الوليد معلوم عنه ان كان يأتيه اعداؤه بالسم يحاولوا يسموه في السر، فقال لهم ليه في السر؟ هاتوه، عايزين تسموه هاتوه، وروح بلعه قدام ما يجرالوش حاجة. معروف عن سيدنا خالد الحكاية دي، مش ده كان اللي بيحصل؟ يبقى الصحابة برضو مروا بمثل هذه المراحل، كانوا يتجرعون السم لا يضرهم لانهم علموا ان الضار والنافع هو الله. فلما يصل الى هذه المرحلة خلاص بقى لا بأس. وقال ابو عبد الله النصبيني: سافرت 30 سنة ما خدت قط خرقة على مرقعتي، ولا عدلت الى موضع علمت ان لي فيه رفيقا، ولا تركت احدا يحمل معي شيئا. يعني ما كانش يركن لاحد الا الله، هو عايز الله، حتى المكان اللي فيه رفيق يخاف لحسن يروح يضيع وقته معاه ويركن اليه. واعلموا ان القوم استوفوا اداب الحضور من المجاهدات، من المجاهدات. الحضور يعني الاقامة في دار الاقامة، يعني جاهدوا انفسهم في دار اقامتهم، فلما استوفوها ارادوا ان يكملوا مجاهداتهم في حال سفرهم. واعلموا ان القوم استوفوا اداب الحضور من المجاهدات، ثم ارادوا ان يضيفوا اليها شيئا، فاضافوا احكام السفر الى ذلك رياضة لنفوسهم، اي ترويضا لنفوسهم خروجا عن مألوفاتها، حتى اخرجوها عن المعلومات اللي هي المألوفات، وحملوها على مفارقة المعارف اللي هي العادات، كي يعيشوا مع الله بلا علاقة ولا واسطة، لان الصوفي ليس اثيرا لاحد الا لربه، هو عبد لله بس، مش عبد لعدته. ليه يا ابن مريف كده؟ يقول لك اصل انا متعود اشرب كوباية شاي الساعة 5، لو ما شربتهاش يجي لي صداع. طب ليه انت كده مريف النهارده؟ يقول لك اصل انا لو ما نمت الساعتين الظهر اقعد طول اليوم مريف. طب وانت ليه زعلان كده؟ اصل انا بقالي اسبوع ما اكلتش لحمه، ولو مر عليا اسبوع ما اكلتش لحمه ابقى متضايق. طب وانت ليه يا ابني متضايق كده؟ اصل انا الحقيقه معيش الا 10 جنيه والشهر فاضل عليه 30 يوم وانا الوقت مش هيكفوني ال 10 جنيه دي، فانا ماشي متضايق. فده متضايق وده متضايق وده متضايق. وانت يا ابني ماشي ليه زعلان وانت راجل صحيح الدنيا والحمد لله؟ يقول اصل انا مش لاقي شغل ومتضايق ومش عارف اشتغل والدنيا غلا. فكله متضايق، كله متضايق. امال مين بيقول الحمد لله؟ مين بقى بيقول الحمد لله؟ هم بقى ما عندهمش المألوفات دي كلها، الحاجات دي كلها سايبينها على الله. والله جوعه الحمد لله، شبعه الحمد لله، اداه فلوس الحمد لله، ما ادالوش برضه الحمد لله. لانه هو ادالك اغلى حاجه، ادالك الوجود من العدم، وادالك الامداد، وادالك نعمه الهدايه ونعمه الاسلام، وادالك نعمه معرفته سبحانه وتعالى، وبعدين حرم غيرك كتير من هذه الاشياء. الحاجات دي كلها دي بكام؟ غيرك ساكن القصور وعنده الملايين والمليارات ما يعرفش يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وانت سهله على لسانك بتقولها سهله، والتاني لو عرف فايدتها مستعد هو يدي لك المليارات دي يا عم ويقولها مره، فانت مش مدرك نعم الله عليك. يبقى اخرجوها، حاضر، حتى اخرجوها يعني اخرجوا نفوسهم عن المعلومات، يعني الاشياء المعلومة التي تركن النفس اليها، وحملوها على مفارقة المعارف والعادات والمألوفات كي يعيشوا مع الله بلا علاقة ولا واسطة، فلم يتركوا شيئا من اورادهم في اسفارهم. عشان كده كان في سفرهم ما يتركش اوراده ابدا، لانه سفرهم كان سفر رياضة للنفس وتهذيب للنفس، مش سفر لمقصد معين فيترخص. لو سفر الوصول الى الله، والورد من اسباب الوصول الى الله، فما كانش يترك ورده في سفر ولا يترك عباداته المعتاد عليها في سفره ابدا. وقالوا: الرخص لمن كان سفره ضرورة، ونحن لا شغل لنا ولا ضرورة في اسفارنا علينا. احنا مسافرين اختيارا، مش سفر ضرورة، ده احنا مسافرين اختيار، فازاي اترخص في سفر اختياري؟ وعلشان كده كانوا لا يترخصون في السفر. فانت تيجي ما تصدق تسافر سفرية وتبطل تصلي السنن، تقول انا مسافر بقى
تكسر على طول وبطل السنه. طب وقلتش وردك ليه يا ابني؟ انت كل يوم بتصلي على النبي 100 مره الصبح 100 مره، ما قلتش ليه؟ يقول لك اصل انا مسافر بقى. طيب ما قريتش ليه جزء القران اللي بتقراه كل يوم؟ انا مسافر بقى. طيب ليه ما صليتش ركعتين اللي بتصليهم؟ اصل انا مسافر بقى. طب مش عارف، انا مسافر بقى. يعني مسافر عشان تتنبل، بقيت تنبول. عارف يعني ايه تنبول؟ عارف تنبله السلطان؟ تنبله السلطان دول جماعه كسلانين ما بيعملوش اي حاجه في اي حاجه، وبعدين كل ما السلطان يبعت لهم حد يشغلهم في حته ما يشتغلوش، قاعدين هنا يجيبهم هنا يجيبهم هنا، كل حته يوديهم يترفضوا ما بيشتغلوش، تنبل. قام اتغاظ منهم السلطان بقى لحسن يعلموا الناس كلهم التنبله، فقال للجندي بتوعهم خدوا العيال دي وارموهم من فوق الجبل وخلصونا منهم، ده احسن هيشيعوا الكتل في المملكه، هتبوظ المملكه. فخدوهم ركبوهم هم في الطريق، راجل محل فول وطعميه فاتح، قال لهم انت موديهم فين؟ قال له انا حرميهم فوق الجبل، اصل هم ما بيشتغلوش وعايزين ياكلوا كده ببلاش. قال له خلاص سيبهم لي واستاذن السلطان، انا عندي عيش كتير بيتبقى كل يوم من الزباين، بدل ما ارميه حد يقول لهم كده ويقعدوا ياكلوه وخلاص لله سيبهم. قام واحد منهم بص كده قال له مين اللي هيكسر العيش؟ قال له انتوا. قال له ارمي يا عم ارمي. دول التنبل، فهمت ازاي؟ ادي تنبله السلطان. فانت عايز تبقى برضه في سفرك تنبول كده ليه؟ خليك في تمام الاجتهاد، فهمت؟ سمعت ابا صادق بن حبيب قال سمعت النصر بادي يقول ضعفت في الباديه مره فايست من نفسي. يعني هو مسافر، كانوا يسافروا في الباديه بلا زاد، اهل التجريد كانوا يعملوا كده، فيبدو ان مر عليه ايام لا اكل ولا شرب فضعف خالص واترمى بقى خلاص هيموت. فوقع بصري على القمر وهو بقى نايم كده تعبان مرهق لوحده في الباديه، وكان ذلك بالنهار. القمر ساعات يبان كده بالنهار لما يبقى بدر، عشان كده يسموه بدري، سموه بدري ليه؟ عشان بيطلع بدري قبل الليل يعني، فسموه بدري عشان كده. وكان ذلك بالنهار فرأيت مكتوبا عليه فسيكفيكهم الله. انت عارف القمر كده عليه اي تجاعيد كده اي حاجه، كل واحد بقى يراها بالطريقه اللي تعجبه، فهو بص ليها اراها فلقاها مكتوبه فسيكفيكهم الله، بس ما كانش عنده محمول بكاميرا يصوره علشان يوزعها عليه، ولو كان معاه كان صور، لكن هو شاف ربنا ادهاله يعني مدد لانه ضعيف. فسيكفيكهم الله فاستقللت، يعني جالي قوه، وفتح علي من ذلك الوقت هذا الحديث، وفتح علي من ذلك الوقت هذا الحديث، يعني ربنا اداله الحكمة اجراه على لساني بعد ذلك. وقال ابو يعقوب السوسي يحتاج المسافر الى 4 اشياء في سفره. يبقى قبل ما تسافر الى الله سفر معنوي، او تسافر في الدنيا سفر حسي، لازم يبقى عندك 4 اشياء. علم يسوسه، يبقى لازم تبقى عندك معلومات في الشريعة عشان تعرف الحلال من الحرام، من الواجبات المطلوبة منك تعمل ايه، وإلا هتبقى بتسافر بتعك. يبقى لازم يبقى عندك الأول تحصل علم من الشريعة تستطيع أن تعرف فيه الحلال من الحرام، من الواجبات من المحرمات وغير ذلك. وورع يحجزه، والورع ده ان هو الاحتياط يعني، يبقى بجانب العلم يبقى عنده احتياط علشان لما يجد أمور مشتبهة يحتاط لدينه ويبعد عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، من تركها ترك الشبهات دي فقد استبرأ لدينه وعرضه، هو ده الورع. وورع يحجزه، ووجد يحمله. وجد يحمله يعني همة ورغبة في قلبه تحمله على تحمل مشق السفر إلى الله، رغبة للوصول إلى الله. فقد عييت، يعني كان معاه رفيق وكان ماشي حافي، رفيقه ده كان لابس حذاء، فلما لقى صديقه حافي راح قلع حذاءه ومشي حافي كمان زي صديقه عشان ما يتميزش على صديقه. يبقى ادبهم في السفر عدم التمايز، مش تبقى انت دفيان وهو بردان ومسافرين جنب بعض. طب اديله حاجه من ثوبك تضغط، لا انت لابس الجلابيه ولابس تحت الجلابيه غيار ولابس فوق الغيار عمه وفوق العمه طيلسان يعني عبايه شال وفوق الشال عبايه، وهو ماشي متكتك وانت ايه ماشيين مع بعض حبايب، ازاي؟ اديله حاجه طيب لوجه الله غطيه، مش كده برضه؟ مش هو ده السفر الرفق بالناس؟
فلما التاني ابو حذاء شاف زميله اللي معاه ماشي حافي، فطبعا لو اداله فردة واحدة يبقى هيمشي برجل ورجل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم علم اهو، يبقى عندهم علم، لان الرسول قال ايه؟ فلينعلهما جميعا او يحفيهما جميعا، يعني نهى عن المشي في ايه؟ في حذاء واحد صلى الله عليه وسلم، عشان تعدل حتى بين اعضائك، مش عضو تمشي حافي وعضو بتاع. فراح عمل ايه؟ راح شال الحذاء بتاعه وقلع ومشي حافي زي صديقه. لما الارض كلت رجليه قام ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليه، ففي الشام بصوا لقوا واحد كده تصدق على زميله التاني بحذاء، راح ماليه بقى عشان يلبس حذاء، فالتاني يعني عايز يمتنع، قال له لا لا جزاك الله خير، تعالى بيحركك على ما تختاره، واضح؟ المحرك هو الله وانت بتختار، فربك يسألك على الاختيار لا على الحركة، الحركة منه. يعني اعطاك يد صالحة انك انت تربط على رأس يتيم بحنية، وانك انت تمدها بالصدقة للانسان وتساعد غيرك، وداك نفس اليد دي تمسك بيها سكينة تقتل بيها واحد، وربنا هيسألك انت اخترت تقتل ولا اخترت ايه تحسن، وهو اللي هيقويك في القتل وهو اللي هيحركك في الاحسان. فهمت المسألة؟ انت يعني خلقت ابنك، طب اشمعنى بينسب ليك؟ مش كده برضو؟ وانت مختار لما تجيب ابنك، مختار بتروح تتجوز، لما تحب تبقى اب بتعمل ايه؟ بتعمل كلها حاجات اختيارية، بتروح تتقدم لواحدة وتتجوز ويشيبوك لحد ما تجهز نفسك، وبعد ما تجهز نفسك وتتجوز هي تحمل، ونجري ورا الدكاترة لحد ما تولد. فين بقيت اب؟ يعني ليه في اعمال انت عملتها، الاعمال دي جعلت هذا الابن اللي في البطن بطنها ده نسب اليك، بقيت انت ابوه مع انك ما خلقتوش. الابن ده هو عملك في المعنى، في المعنى نفس الحكاية، يتولد عندك تزاوج بين النفس وبين الشيطان، فيأتي عمل معصية، تقوم النفس تحمل تولد معصية، تيجي النفس تتوالد مع الملك، تقوم النفس تحمل تطلع طاعة، فالطاعة تنسب ليك والمعصية تنسب ليك، والخالق هو الله. فهمت العلاقة؟ سهلة. يا رب. وقيل كمال الأدب لا يصفو إلا للأنبياء والصديقين، طبعا، لأن كمال الأدب من كمال المعرفة، وكمال المعرفة لا يكون إلا للأنبياء والصديقين. وقال عبد الله بن المبارك: قد أكثر الناس في الأدب ونحن نقول هو معرفة النفس. طبعا الأدب هو معرفة النفس، دي الحقيقة. إذا عرفت نفسك بالعجز استعنت بالقادر، إذا عرفت نفسك بالفقر استغنيت بالغني، إذا عرفت نفسك بالاحتياج حمدت الله على المعطي. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق سبحانه ترك الأدب. يعني لما تيجي تكلم ربك سبحانه وتعالى كده بلا كلفة، اللي هو يسموه مقام البسط، قلة أدب، عشان كده قالوا ان مقام البسط معاه تملي قلة أدب. لكن ربك سبحانه وتعالى احيانا او كثيرا ما يغفرها للإنسان. عارف انت الراجل اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله افرح بتوبة العبد من احدكم ضل متاعه في ثلاث، متاعه وبعيره في ثلاث. تصور انت ما تبقى في صحراء قاحلة ومعاك جمل ومعاك المتاع بتاعك ومعاك السقاء بتاعك، صحراء قاحلة، ونمت شوية قمت لقيت الجمل مش موجود والسقاء مش موجود ومفيش مية وصحراء من جميع الجهات، يبقى معناه خلاص مت، كأنك في البحر بالظبط، كأنك في بحر هايل، يبقى مت. فقام هذا الرجل قام بالمنظر ده، لقى كله ضاع، يبقى خلاص ايقن الهلاك. وبعدين قعد بعد ما دور بحث يائس، فراح نام تحت ظل شجره منتظر الموت بقى، خلاص مفيش حاجه،
فاخدته سنة من النوم، فتح عينه لقى البعير بتاعه والالتقاء بتاعه على دماغه، فرح جدا، فمن شدة فرحه قال اللهم انت عبدي وانا ربك. مقام البط لم يراعي فيه الادب، يقوم ربنا الفرهود يعديها له، اللهم انت عبدي وانا ربك، هو يقصد اللهم انت ربي وانا عبدك، بس اخطأ من شدة الفرح. اخطأ، الحديث بيقول كده، اخطأ من شدة الفرح. او رب الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين لك ان ربنا افرح بتوبة العبد اشد من فرح الرجل ده اللي خلاه يفقد ادبه مع الله من شدة فرحه. يبقى مقام البسط مراعاة الادب فيه صعب، عشان كده الاولياء كانوا يخافوا من البسط، كان يخاف من البسط. البسط اللي هو الانبساط، والقبض اللي هو الانقباض. لما تبقى انت مقبوض تبقى مؤدب، حتى لو واحد يجي يجهل عليك وانت مقبوض تقول الله يسامحك يا عم ابعد عني انا مش فايق لك، صح؟ لكن اخرج كده انت مبسوط وقعد تقدم عليك يأدي، تقول له انت ما تعرفش انا مين، وتمسكه تديله في وشه. يبقى مراعاة الادب في البسط صعب، ومراعاة الادب في القبض سهلة. وعلشان كده بيقول لك ان الانبساط بالقول مع الحق سبحانه وتعالى ترك الادب. فهمت بقى؟ يبقى مراعاة الادب في البسط صعب، فنسأل الله السلامة. عشان كده الفقير اللي مقبوض حاله يراعي الادب مع الله اسهل من الغني ذو السلطة اللي ربنا اغناه واداله سلطة، ساعات ايه يعني يغتر في سلطته وفي غناه. فمراعاة الادب مع الله من الغني بماله وعافيته وسلطته، مش كده برضو؟ تلاقي مراعاة الادب فيهم اقل بكثير من الفقراء اللي هو اقل سلطة واقل مالا واقل ايه عافية. وعشان كده معظم اهل الجنة ايه من الفقراء، عشان مراعاة الادب سهلة عندهم. ومعظم اهل النار ايه من الظلمة العتاة الاغنياء الجبابرة، علشان بينسى نفسه. يبقى مراعاة الادب في حال الانبساط تلاقيها صعبة، صعبة المنال. وقال ذو النون المصري: ادب العارف فوق كل ادب، لان معروفه مؤدب قلبه. طبعا العارف بالله هو ده المؤدب، لانه الذي ادبه هو ربه، ده العارف بالله. ده تلاقي العارف بالله ده يعني ايه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يصيبه بامر مكروه تجد قلبه ساكن، ما يقولش يا رب ليه عملت فيا كده، هو ما فيش غيري ليه تعمل، بيكلم ربه كانه بيكلم صديقه. ما فيش جلال ربوبية ولا عظمة ألوهية. ليه؟ لأنه مش مراعي الأدب، لأنه مش عارف ربه، مش عارف جلال ربه. لكن شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله، يقول: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، ولا قالوا يا رب ليه عملت فينا كده، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. دي الناس المحترمة، دي الناس المحترمة العارفة بالله. انما الغير عارف بالله يقعد يفلفص ويقعد يصوت ويقعد يعمل ويقعد يلطم، وبعد يومين ثلاثة تستقر الامور على ما هي عليه، يقوم يعتاد الازمة، وبعد يقول الحمد لله انا صبور. صبور ايه ده بعد ما صبحت الدنيا؟ فين الصبر؟ الصبر عند الصدمة الاولى. يبقى العارف بالله عند الصدمة الاولى تلاقيه راضي، والعارف بالله والجاهل بالله عند الصدمة الاولى تجده ايه؟ مذبوح بسكين القدر، حركة الذبيح. عارف انت لما تذبح الخروف في العيد تبص تلاقي الخروف يعمل ايه؟ حركة لا ارادية، يسموها حركة الذبيح. كذلك سكين القدر، عندما يذبح مرادك واختيارك وانت غير عارف بربك تتحرك حركة الذبيح، يقوم يعني يصوت ويلطم. ايه اسمها؟ حركة الذبيح. يبقى فرق كبير بين الراضي بالله تلاقي عنده سكون وهدوء وادب. عشان كده يقول لك ادب العارف فوق كل ادب، لان معروفه مؤدب قلبه. حتى في عبادته لما يجي له الشيطان كده ويقول له ايه العباده الجميله دي؟ انت النهارده صليت كام ركعه؟ يقول له 400. صمت مش عارف ايه؟ يقول له كذا. ختمت القران طول الليل؟ يقوم يقول له ايه الحلاوه دي؟ مفيش احسن منك. يقول لك اخطا يا لعين،
الذي وفقني ربي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى مراعاة الألم في حال الطاعة يرى الله الموفق ولا يرى نفسه فلا يعجز، وفي حال المعصية يرى مقام التوبة على طول والندم والمسارعة. كل له أدب. وقال بعضهم يقول الحق سبحانه: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب. طبعا لما ترى الله فاعلا في الأكوان وأن كل ما في الأكوان ما هي إلا تجليات الصفات، يبقى فأنت الآن تتعامل مع الله في الأكوان، تتعامل مع الله في الأكوان، فتجد نفسك تتعامل مع كل الأكوان بالرحمة والشفقة لأنك تتعامل مع المكون. ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطف. طبعا لو ربنا حجبه بقى عن الذات عن الأفعال والصفات، جذبه جذبة إلى مقام الأحدية حيث لا يرى للصفة أثر ولا للفعل أثر، مقام الغياب والفناء في الذات، ألزمته العطب. الناس يقولوا عليه مجذوب، ده الراجل فقد عقله، يبقى قرار في عطب. أو يكون العطب سببه إنه قد يعبر بمعنى لا يليق بالذات، فيعبر عنها بمعنى لا يليق به فيعطب، إما اعتقادا أو يعطب إما بيانا بالألفاظ عما هو من حال، أو يعطب بزوال عقله فلا يصير من أهل التكليف ولا أهل التشريف. يبقى كده يبقى أنت عايز أنت تبقى من أهل الفناء في الذات مع الحجاب عن الأفعال والصفات، ولا من أهل العمل بالأفعال والصفات؟ مراعاة الأدب في الأفعال والصفات سهل، ومراعاة الأدب مع التعامل مع الذات صعب جدا. تختار ايه؟ تختار الحجاب بالأفعال والصفات في حال بشريتك، ولا تختار التعامل مع الذات مباشرة؟ إذا أردت فاختار السلامة، والسلامة هو اختيار الله لك الآن، صار يجعلك تتعامل مع الأفعال والصفات وحجبك عن رؤية الذات. يبقى ربنا أراد لك السلامة وأنت تريد لنفسك العطب، تريد رفع الحجاب وأنت لا تتحمل رفع الحجاب ولا تتحمل مراعاة الأدب عند رفع الحجاب. فهمت بقى المسألة؟ من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب. فاختر أيهما شئت، فاختر أيهما شئت، الأدب أو العطب. العائل هيختار ايه؟ يختار ما اقامه الله فيه. يا سلام، اقام العباد فيما اراد، والله سبحانه وتعالى لا يريد بك العطب ابدا لانه رحيم، رحيم بعباد، لطيف بعباد. وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي، افتمنعني منها بعد وجود ضعفي؟ اذا كان قبل ما يخلق الخلق بيقول لطيف بعباد، قبل ما يبقى في خلق ومحتاجين هو لطيف بعباده، فما بالك بعد ما خلقهم وبقوا محتاجين يمنعهم لطفه؟ اذا كان هو لطيف بيهم قبل ما يتولدوا، سبحانه كريم. وقيل: مد ابن عطاء رجله يوما بين اصحابه وقال: ترك الادب بين اهل الادب ادب. هنا اتنقل لامثلة اخرى، الامثلة السابقة كلها من في باب الادب، امثلة الادب مع الله، وهنا بيتكلم بقى في الادب مع الاخوان. يبقى ده مثال للادب مع الاخوان. الادب مع الاخوان وترك الكلفة، مش بيقول لك ترك الكلفة هي عين الالفة؟ انت لما بتدخل مع في بيتك مع اخواتك ومع زوجتك ومع اولادك تعمل ايه؟ تترك الكلفة خلاص، تروح على هدومك ولابس الهدوم بتاعتك العادية، ممكن تمشي حافي، مش كده بقى؟ بتاخد راحتك بقى، لو حزيتك حتى التكريع تروح متكرع من غير حتى ما تحط ايدك في بقك، يعني عادي بقى، ما تثبتك بقى، ما هو ولادك صح؟ تترك الكلفه. يبقى كل ما كان فيه الفه تترك انت الكلفه. فهمت ازاي؟ من الالفه ترك الكلفه بسبب كمال الموده. يبقى كلما كملت الموده كلما قلت الايه؟ الكلفه، وكلما ايه؟ عمت الالفه. مش كده برضو؟ ادي معنى كلامه، هو بيتكلم على الادب مع الاخوان. فبيقول ايه؟ ابن عطاء الله قاعد في وسط اخوانه كده راح مدد رجليه. طبعا لو قاعد في وسط الملوك والرؤساء
والمشايخ الكبار هيتكسر. لكن لما قعد مع اخواته راح مدد رجليه وقال لهم ايه؟ تركوا الادب بين اهل الادب ادب. وليها معنى تاني، انك انت لما حتى يصدر منك هفوة مع اهل الادب ما يفضحكش، فهمت ازاي؟ ولما يصدر منك هفوة مع اهل الادب يؤدبوك وينبهوك، يبقى هو ده عين الادب. لانك لما تتكلف ما ليس فيك بين اهل الادب لا تظهر عيوبك فمش هيأدبوك، انما لما تترك نفسك كده على سجيتك عند اهل الادب يقوم يعرفوك عيوبك تقوم ايه تتأدب، فهمت بقى المسألة؟ فمعانيهم كبيرة، العلماء دول معانيهم كبيرة. استنى تيجي تقرا تقول ترك الادب بين اهل الادب ادب، ايه الكلام اللخبطة ده؟ لكن هم يقصدوا بكلام مش ملخبط، اللخبطة في عقلك انت مش عندهم، هم فاهمين. فلما تيجي تقرا حاجة انت مش فاهمها اعتبر ان اللخبطة فيك انت، مش تقول هم اللي ملخبطين، ايه فانت هتفهم احسن منهم. مشايخ كبار علماء اولياء، زي ما تجرى بعض الناس على هذه الكتب وعمل تحقيقات ويكتب في الهامش كلام تخاريف في الهامش، دليل انه هو اصلا صبي صغير لسه في ابتدائي وبيقرا كلام ناس عدوا على الدكتوراه وبيعلق عليه. فليه انت راجل في ابتدائي يبقى تجيب كتاب شرشر نص كان البط يا دوب تعلق عليه، انما ما تجيبش كتاب زي ده. ويشهد لهذه الحكاية الخبر الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أبو بكر وعمر، فدخل عثمان فغطى فخذي وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أو النبي كان يترك الكلفة مع أهل الألفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في حائط، يعني في بستان، وكان فيه بير مية، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد لوحده، فقعد راح مدلدل رجليه في المية صلى الله عليه وسلم، وكان معري جزء ايه من فخذي باين. جاء سيدنا ابو بكر فراح قعد جنب النبي وراح مدلدل رجليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بنفس المنظر ما غطاش بقى وبتاع لان ابو بكر لحبيبه. فدخل سيدنا عمر نفس الحكاية، دخل سيدنا عثمان راح الرسول مغطي وقال الا استحي من رجل انت استحي منه الملائكة. يبقى لكل له مقام، يبقى مقام الألفة مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أعلى من مقام الكلفة مع سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان مقام الحياء مقام عالي ثاني. يبقى كل حاجة ليها طعم، كل حاجة ليها طعم وافهم، مش كله عند العرب صابون زي ما بيقولوا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا عمل ايه؟ يعني رفع الكلفة مع أهل الألفة، مش كده برضو؟ فالحالة نبه صلى الله عليه وسلم أن حشمة عثمان رضي الله عنه وإن عظمت عنده فالحالة التي بينه وبين أبي بكر وعمر كانت أصفى. وفي قريب من معنى أنشدوا في انقباد وحشمة، فإذا جالست أهل الوفاء والكرم أرسلت نفسي على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشم، مش كده برضو؟ يعني بيقول على نفسه ان انا ايه، يعني عندي كده شوية انطواء عن الناس شوية وكسوف شوية، ما اخدش راحتي مع الناس، لكن لما اجلس مع اهل الوفاء والكرم سبت نفسي بقى على سجيتها بقى، ولا انقبض ولا حاجة، واقول اللي انا عايزه، لانهم حيراعوا سري فلا يفتشوه، ويراعي عيبي فلا يفضحوه. فهمت بقى؟ ما بيقول ليكن حظ اخوك حظ اخيك منك، ان لم تنصحه فلا تفضحه، فان لم تنصحه فلا تخذله، وان لم تستره فلا تفضحه، مش كده برضو؟ وان لم تنفعه فلا تضره، يعني خليك ادبك كده مع المسلمين، يعني بدل ما تنفعه، لو مش هتقدر تنفعه على الاقل ما تضروش، مش هتقدر تستره على الاقل ما تفضحوش. فهمت المسألة؟ خليك كده راجل مؤدب. وقال الجنيد اذا صحت المحبة سقطت شروط الادب، اللي هي هنا بقى، اللي هي يقول لك ايه، من الالفة ترك الكلفة، يقولوها المصريين كده، من الالفة ترك الكلفة، دي عند المصريين. كنت اسمعها من بعض المشايخ لما نيجي كان يعمل لنا اكل ونقعد ناكل،
ويقوم يقعد يتبطط معانا عشان نعرف ناكل معاه بقى، والشيخ بقى بياكل معانا، يقوم يقول لنا ايه ما تتكلفوش من الألفة ترك الكل، كانوا يقولوا لنا كده. هي نفس كلام سيدنا الجنيد، هو هو. وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكد على المحب ملازمة الأدب. الله، شوية يقول لك ترك الأدب أدب، وشوية إذا صحت المحبة يبقى ملازمة الأدب، يبقى هنا بيتكلم على الأدب مع الله. رجع بقى نوع تاني، يبقى بيتكلم على نوع تاني، على أمثلة جديدة، عودة إلى الأدب مع الله، عودة إلى الأدب مع الله. وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكد على المحب ملازمة الأدب. وعشان كده رب سبحانه وتعالى عند الطلب منه والسؤال يحب منك تقول الحاجة اللي في قلبك من غير ما تتكلف. عشان كده الدعاء اللي طالع من القلب أحسن من دعاء المحفوظ اللي القلب مش حافظ، مش حاضر فيه. بالرغم يمكن الدعاء اللي انت حافظه معناه أعلى وأقوى، اللي إن إحساسك بيه ضعيف فبتقوله بتكلف. لكن لما بتيجي انت تدعي من قلبك بلغتك وبفهمك انت، بيبقى أقرب للقبول من الله. ليه؟ لأنه فيه ترك الإيه؟ الكلفة. وربنا سبحانه وتعالى يريد أن تترك الكلفة معه، لأنك انت عبده، خبزك وعجنك وعارفك، عارفك هتقول ايه قبل ما هتقول، فهتتكلف على مين، هتمثل على مين، اظهر على حياتك. مش كده برضو؟ اظهر وبان يا ندغي اللي بان. مش كده؟ عشان كده كانوا العلماء يقول لك ايه، ان الذكر اللي فيه حضور قلب افضل من الذكر الاعلى في الثواب وليس مع حضور قلب. مش كده برضو؟ وقال النوري: من لم يتأدب للوقت فوقته المقت. كل وقت ليه أدبه، اللي مش هتتأدب في الوقت، أدب الوقت هيبقى نقع في السخط اللي هو عدم رضا الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك الأدب عند البلاء الصبر، اللي يترك الصبر عند البلاء يبقى ما رعاش الأدب، يبقى يقع في المقت. إن الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، ولا في كثرة الأموال، ولا في كثرة الأولاد، ولا في كثرة الشقق والعمارات والأملاك، جعل السعادة في الرضا واليقين. إن الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل السخط وجعل الشقاوة في السخط والضجر، وجعل الشقاوة في السخط والضجر. طول ما هو ساخط وضاجر يبقى في شقاء، حتى لو عنده ملايين ومليارات، انما طول ما هو راضي وقانع تلاقيه هو في منتهى السعاده، حتى لو ما فيش في جيبه ولا جنيه. مش هنقول ولا مليم، لان في ناس ما شافتش المليم. وقال ذو النون المصري: اذا خرج المريد عن استعمال الادب فانه يرجع من حيث جاء. طبعا يرجع من حيث جاء. كان احد اولياء عصره يقال انه كان شيخ سيدنا ابو ابن الفارض، شيخ سيدنا ابن الفارض اللي هو يعني كان سبب للفتح على يديه، كان بقال، فكان راجل من الاقطاب الكبار. سيدنا ابن الفارض هنا مدفون في سطح المواطن اللي هو سلطان العاشقين معروف، كانت الليله الكبيره بتاعته يوم الخميس اول امبارح. فسيدنا ابن الفارض شيخه كان راجل حاجة يعني ما فيش بعد كده، لكنه كان بقال، الناس ما تعرفش سره مع الله. وكان لما يجي يتوضى يتوضى بغير ترتيب امام الناس، عشان الناس يقولوا يا ده جاهل، يقوم يبعدوا عنه ما يسألوش، يقف يتوضى قدام الناس يقوم يغسل، يمسح دماغه الاول وبعدين يغسل رجله وبعدين يتمضمض وبعدين يغسل ايده الشمال، عشان يقولوا يا ده راجل جاهل يبعدوا عنه، يخبي نفسه. فالاولياء بتبقى ليهم حال كده، في اولياء مخفيين. كان له صديق والي برضه زيه، بس صديقه ده كان طول ما هو ماشي في السوق يضرب نفسه على قفاه. فالناس مستعجبه، ليه بتضرب نفسك على قفاك كده؟ فسالوا سيدنا ابن الفارض ليقول له ليه بتضرب نفسك على قفاك؟ قال: فتح لي باب معرفه فلم اراعي الادب فراجعت من حيث اتيت، فكلما تذكرت صفعت نفسي على قفاي. فهمت بقى المساله؟ يبقى مراعاة الأدب، عدم مراعاة الأدب في مقام الرجاء، واخد بالك، تؤدي إلى إيه؟ إلى
ان ربنا يقبض عنه ما فتحه، لا. يقول اذا خرج المريد عن استعمال الادب فانه يرجع من حيث جاء. فتفتكر الراجل اللي كان بيضرب نفسه على افاده، فانه يرجع من حيث جاء. سمعت الاستاذ ابا علي رحمه الله يقول في قوله عز وجل وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، قال لم يقل ارحمني لانه حفظ اداب الخطاب. هو بيقول انت ارحم الراحمين، يعني ان كان الضر ده هو رحمتك يعني خلاص رديني ليها يا رب، صبرني عليها خففها علي، وان كان ليس من رحمتك فانت ارحم الراحمين ارفعه. شوف الادب، مش يا رب عافيني يا رب من عبادي من لا يصلحه الا المرض ان عافيته افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا الفقر فان اغنيته افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا الغنى فان افقرته افسدته. يبقى انت تسيب الامر لله بقى. وبعدين قال ايه؟ قال اني مسني الضر، مش انت مستني بالضر. خد بالك الادب برضه، ادب الانبياء، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قال لم يقل ارحمني لانه حفظ اداب الخطاب. وكذلك عيسى عليه السلام حيث قال ان تعذبهم فانهم عبادك، يعني انت تفعل ما تشاء، مش يا رب ارحمهم ارحمهم دول عبادك وانت رحيم بيهم، يعني بيدي الرب امر انتوا يعني احنا راضيين بحكمك يا رب مؤذنا. شفت الادب بقى، ان تعذبهم فانهم عبادك. وقال ان كنت قلته فقد علمته، ولم يقل لم اقل. بيقول له انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، لو قال لك كده كنت تقول له انا ما قلتش يا رب، مش كده برضو؟ عايز تبرأ نفسك، ما انت في ازمه. يوم هو بقى لا يراعي الادب، ما قالش لم اقل، قال ان كنت قلته فقد علمته. وهيخفى عليك الخفيه يا رب، رد الامر لصفاته العلميه. فهمت ازاي؟ ده ادب كبير. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي رحمه الله يقول سمعت ابا الطيب بن الفرحان يقول سمعت الجنيد يقول جاءني بعض الصالحين يوم جمعه. سيدنا الجنيد بيقول جاء واحد من الصالحين يوم جمعه فقال لي ابعث معي فقيرا يدخل علي سرورا وياكل معي شيئا. قال له شوف لي واحد من الفقراء اللي هم قاعدين معاك كده مش لاقيين ياكلوا وجعانين وجاي من سفر ويكون من الصالحين، يجي يدخل على قلب السرور انه ياكل طعامي. لا شك ان اللسان الكريم يحب انه يضع طعامه في فم من يستحقه. حتى انت لما تيجي تقدم طعام لواحد وتلاقيه جعان وخلص كل الاكل تبقى فرحان، تقول يا سلام الحمد لله ده انا اكلته وهو جعان، تبقى فرحان، يوم يدخل عندك السرور. غير اما تقدم الطعام لواحد ويديهولك زي ما هو تلاقي نفسك انقبضت، اذا كنت بقى كريم بخلاف البخلة. فهمت ازاي؟ فهو برضه قال لسيدنا الجنيد كده، قال له يعني ايه انا نفسي كده تبعت معايا واحد من الفقراء يكون كده صالح وكويس ويكون محتاج الطعام عشان اما ياكل عندي يدخل علي السرور. فالتفت، ده سيدنا الجنيد بيقول ايه، التفت بقى يشوف ايه اصحابه كده يختار واحد. فاذا انا بفقير شهدت فيه الفاقه، شاف واحد شكله كده يعني رقبته على عرقين، شكله ما كانش بقاله ايام، فقال هو ده تعال. فاذا انا بفقير شهدت فيه الفاقه يعني الفقر، فدعوته وقلت له امضي مع هذا الشيخ وادخل علي سرورا بانك انت يعني ايه تاكل اللي هيقدموه لك يعني. فلم البث ان جاءني الرجل فقال لي يا ابا القاسم لم ياكل ذلك الفقير الا لقمه وخرج، انت بعت لي ايه بس؟ ده كان لقمه واحده بصيت لقيته بحتايم الاكل ومشي. فقلت لعلك قلت كلمه جفاء عليه. فقال لي لم اكل شيئا، ما قلتلوش حاجه والله. قال له يمكن قلت له كلمه كده نكدت عليه ولا سديت نفسه ولا اي حاجه يمكن. قال له والله ما قلت له حاجه. فراح نادى له سيدنا الجنيد قال له تعالى هنا، انت ليه ما اكلتش اكل الراجل ده؟ فالتفت فاذا انا بالفقير جالس، فقلت له لما لم تتم علي السرور؟ فقال يا سيدي خرجت من الكوفه وقدمت بغداد ولم اكل شيئا. عارف من الكوفه لبغداد دي يعني حوالي سفر اسبوع يعني بقاله اسبوع ما اكلش حاجه. وكرهت ان يبدو سوء ادب مني من جهه الفاقه في حضرتك. فبقى قاعد قدام سيدنا الجنيد مش مبين خالص انه واقع من جوه، قاعد كده ماسك نفسه خلاص. فلما دعوتني سررت،
إذ جرى ذلك ابتداء منك. فلما قلت لي روح كل مع الراجل ده قلت الحمد لله أنا جت منك بدل ما أقول لك إن أنا هحقق من جوه. فمضيت وأنا لا أرضى له الجنان، يعني مضيت معاه وأنا مرضاش لي الجنة أجر، أنا عايزه أعلى من الجنة. يعني أنا لا أرضى للراجل ده اللي هيأكلني الجنة ده، الجنة دي أجر قليل بالنسبة للي أنا عايز أدهوله، لو أعلى من الجنة أدهله. فهمت إزاي؟ فلما جلست على مائدته سوى لقمة، عمل لي لقمة كده زي سندويتش وقال لي كل، فهذا أحب إلي من 10,000 درهم. نكد عليه بقى، أنا مش عايز له ياخد الجنة، يقول لي 10,000 درهم سد نفسي. ادي بقى المسألة، يعني الثاني همته عالية، فلا الراجل ده همته خفيفة، بقى أنت الأكل بتاعي ده عندك أحسن من 10,000 درهم، وأنا أتمنى لك تاخد أعلى من الجنة. ايه الكلام الفارغ اللي انت جاي تصبغ لي الشغلانه ب 10,000 درهم؟ احنا بتوع دراهم احنا. شفت ازاي؟ فتنكد عليه الراجل اتسدت نفسه ما رضاش ياكل. فهذا احب الي من 10,000 درهم. فلما سمعت هذا منه علمت انه دنيء الهمه. ده بيدور على دنيا. احنا بندور له على حاجه اعلى من الجنه، هو بيدور على دنيا. يبقى ده راجل دنيء الهمه، ده انا هاكل اكله ده. فراح سابه ومشي. فتطرفت ان اكل طعامه، يعني تنحيت كده او تجنبت. فقال الجنيد، راح قال للراجل الم اقل لك انك اسأت ادبك معه، الناس دول تاخد بالك منهم. فقال يا ابا القاسم التوبة، فسأله ان يمضي معه ويفرح. قال له طب خلاص سامحه بقى وروح معاه. فتحايل عليه فراح، عشان تعرف ان العارفين بالله وان كانوا في حال الجوع الشديد الا انهم كلهم عزة، لان عزتهم بالله. فهمت؟ والجوع مسألة بقى عبودية، وإظهار الفقر مسألة عبودية، والعزة ده حق الربوبية، فيقوم بكل حق حقه. فهمت المسألة؟ باب أحكامين في السفر، هندخل فيه حاجة بسيطة الباب ده لأنه طويل عشان نخلصه المرة الجاية. خد بالك إن السفر سفران، سفر أجسام بالانتقال من مكان إلى مكان، مش كده برضو؟ وسفر قلوب بالانتقال من حال الى حال. يبقى في سفر اجسام وسفر قلوب. سفر القلوب اصعب من سفر الاجسام، انك انت تترك نفسك الى ربك، يبقى كأنك سافرت برضه، تترك شهواتك واخلاقك الدنيئة الى الاخلاق الحميدة، مش ده انتقال برضه من حال لحال؟ يبقى سفر برضه. ما احنا قايلين ان الطريق الى الله تقطعه القلوب، مش كده برضو؟ بخلاف الطريق الى الاماكن تقطعها الاقدام والخطوات، لكن الطريق الى الله بتقطعه القلوب. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كل الناس يغدو، يعني كل الناس مسافرة، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. وهذا الغدو قد يكون غدو في الدنيا من اجل دنيا فيهلك نفسه، وقد يكون غدو في النفوس من اجل الوصول الى الله سبحانه وتعالى فيعتق نفسه. فهمت المسألة؟ فالنبي نوه عن معنى السفر الباطني في هذا الحديث، وان كان الناس احيانا يفهموه هو بمعنى السفر العادي، انه يركب القطر او السيارة او يركب عبارة 98 وبعدين يموت شهيد غريق، برضه حلوة، برضه وصلته إلى الله، العبارة دي وصلته برضه إلى الله، رحمة. وصلت ناس إلى الله، وتوصل صاحبها اللي هو ما كانش بيراعيها إلى شغلانة تانية بقى، ربنا يشفع في نبيه. ما هو النبي هيشفع في مين؟ في العالم الفاقدين دي، الفاقدين من أمته. يعني تلاقي واحد يعمل المعاصي قد كده وهو من أمة النبي، ومش واخد باله إن هو بيعمل مصايب سود ويموت على هذا الحال. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقابله ويقول يا رب عديها له بقى، ما كان غافل يا رب، معلش ده من امتي يا رب، معلش عشان خاطر روح ربنا معديها. اهل الشفاعة، يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر، الآية هو جايبها عشان يسيركم دي، كأن ربك هو اللي بيسفرك وبياخد بإيدك وبينقلك، ينقلك من حال الى حال، كما ينقلك من مرحلة الى مرحلة، كما ينقلك من مكان الى مكان. فالفاعل هو الله، فعلق قلبك بالله
هو الذي يسيركم. شفت المعنى؟ افتكرش نفسك انت اللي بتسير، ما تفتكرش نفسك انت اللي بتمشي، ما تفتكرش نفسك انت اللي بترتقي. ده ربك هو اللي بيرقي، وهو اللي بيسير، وهو اللي بيحرك سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين. فالعبادة ارادة والاستعانة قوة. فهمت المسألة؟ العبادة مجرد ارادة، انك تريد ان تعبد يوم يقويك فتعبد على مرادك. اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد البصري قال حدثنا محمد بن الفرج الازرق قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير ان عليا الازدي اخبره ان ابن عمر اعلمهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا استوى على البعير خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني إيه؟ راجعون إليه سبحانه وتعالى. يعني كأن مع كل سفر حسي الرسول صلى الله عليه وسلم سنى لك دعاء تتذكر السفر الحقيقي، إنك مسافر إلى ربك. الدعاء ده اللي أنت بتقوله كل يوم أنت بتركب العربية وبتركب الأوتوبيس وبتركب الأسانسير، بيذكرك انك انت ذاهب الى ربك، مش ذاهب لمقصودك الان، لا ده انت ذاهب الى ربك. وان الى ربنا لمنقلبون. كان ليا جد رحمه الله كان شغال في دار القضاء العالي، كان قاضي كبير رحمه الله. فكان الرجل العامل الاسانسير في دار القضاء العالي بقى ايه طالع نازل راجل من النوبه كده، راجل شكله طيب كده وراجل من النوبه، بيقول عليه الموظفين كتير وطول النهار قاعد شغال على الاسانسير طالع نازل لما صحان. فجدي بيقول بركب الاسانسير وقول سبحان الذي سخر لنا هذا. قال له يا ريته ما كان سخره يا بيه، لان هو صحان في الاسانسير طول النهار. فدي من نوادر هذا الدعاء يعني. يا الله سبحان الذي سخر لنا هذا، هذه الاكوان كلها مسخره، سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، سخرها لك ايه؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما، فسافر في الاكوان الى المكون. يبقى المساله كلها يريد ان ياخذ بيدك اليه في كل خطوه، في الظاهر وفي الباطن. ثم يقول: اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى، والبر جماع الخير كله، والتقوى خشيه الله عز وجل، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبه المنقلب وسوء المنظر في المال والاهل. ادعيه النبي العظيم، ادعيه السفر دي كلها بتذكرك بالسفرين، السفر الحسي والسفر المعنوي، عشان تبقى باستمرار متذكر. واذا رجع لما يرجع من سفر يقول لي برضه نفس الدعاء ده ويزود عليه آيبون تائبون لربنا حامدون، وفي رواية آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يبقى كل الأذكار التي سنها لك النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالك لا تقلها بطريقة روتينية دون أن تتفكر في معانيها حتى تفقد الروح. تلاقي نفسك بتركب العربية على طول سبحان الله وتسوق وانت مش دريان معنى اللي قلته. لا، عيش بقى في المعاني اللي انت هتقولها كده علشان تبقى باستمرار يقظ مع الله، مراعي حق الله سبحانه وتعالى في كل خطوة. لان لو قلتها بقلب بلسانك ولم يدخل في قلبك ممكن تبقى بتقولها وبتأذي الناس، تقولها وبتظلم في الناس، بتقولها ولا تعفو عن من ظلمك، ولا تعطي من حرمك، ولا تصل من قطعك. ليه؟ لانها لم تخالط قلبك. ولما كان رأي كثير من أهل هذه الطائفة اختيار السفر، أفردنا لذكر السفر في هذه الرسالة بابا لكونه من أعظم شأنهم. وهذه الطائفة مختلفون، فمنهم من أثر الإقامة على السفر، يعني هل السفر الحسي ده يعين على السفر المعنوي الموصل إلى الله، فيقوم يختار السفر وسيلة من تربية النفوس؟ السفر في الحس يعني يسافر المسافات عشان يسافر بنفسه إلى الله، ولا السفر يكون بالنفس مع دوام الإقامة في المكان؟ اختلفوا الطائفة على يعني ثلاث مذاهب. مذهب كان يرى أن الإقامة في المكان الواحد أولى
من التشويش، لان السفر فيه تشويش، فده في جمع همة، الاقامة في مكان واحد فيها جمع همة. وان السفر الحقيقي هو سفر النفس بايه؟ بترك الصفات المرذولة. وفي طائفة تانية كانت ترى ان الاقامة في مكان دائم مع رياضة النفس يؤدي الى الشهرة، والشهرة تؤدي الى الانقطاع بالخلق عن الخالق، لان هيجتمع عليه الناس ويعرفوه ويشتهر ويبقى ليه مكان ثابت والناس تجتمع عليه فيشوشوه. انما لما يسافر يبقى غير معروف في كل مكان، فيبقى همه مع الله على طول، يبقى دي طائفة تانية. وفي طائفة تالتة كانت ترى ان في بداية السلوك السفر الحسي حتى اذا وصل الى معرفة الله وسافر بالاخلاق الدنيئة الى الاخلاق الحميدة يجوز في حقه الاقامة والسفر سواء، فلا يضره شيء. يبقى عندهم ثلاث مذاهب في المسألة. فمنهم من آثر الإقامة على السفر ولم يسافر إلا لفرض كحجة في الإسلام، والغالب عليهم الإقامة مثل الجنيد وسهل بن عبد الله وأبي يزيد البسطامي وأبي حفص وغيرهم. ومنهم من آثر السفر وكانوا على ذلك إلى أن أخرجوا من الدنيا، يعني فضلوا مداومين السفر إلى أن ماتوا، مثل أبي عبد الله المغربي وإبراهيم بن أدهم وغيرهم. وكثير منهم سافروا في ابتداء أمورهم في حال شبابهم أسفارا كثيرة، ثم قعدوا عن السفر في آخر أحوالهم، مثل أبي عثمان الحيري والشبلي وغيرهم، ولكل منهم أصول بنوا عليها طريقتهم. واعلم أن السفر على قسمين: سفر بالبدن وهو الانتقال من بقعة إلى بقعة، وسفر بالقلب وهو الارتقاء من صفة إلى صفة. فترى ألفا يسافر بنفسه وقليل من يسافر بقلبه. يعني روح كده المطار تلاقي آلاف مسافرين في الطيارة، روح محطة القطر تلاقي آلاف مسافرين في محطة القطر، روح عند الموقف بتاع العربيات تلاقي آلاف مسافرين، كله بيسافر ببدنه آلاف. لكن طيب شوف في مصر الحالة كم واحد كده من 70 مليون بيسافر بقلبه؟ تلاقيهم قلة. يبقى السفر بالقلب ده هو ده المقصود الأصلي. فهمت بقى؟ وعشان كده بيقول لك فترى ألفا يسافر بنفسه وقليل من يسافر بقلبه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ الهجرة دي مش سفر؟ كان يقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى النبي نوه على سفر القلوب أهو. المهاجر من هجر ما إيه؟ ما نهى الله عنه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: كان فرخك اسم قرية بظاهر نيسابور، كان بفرخك بهذه القرية يعني شيخ من شيوخ هذه الطائفة، وله على هذا اللسان تصانيف، يعني على كلام أهل التصوف مؤلفات. سأله بعض الناس: هل سفرت أيها الشيخ؟ فقال: سفر الأرض أم سفر السماء؟ سفر الأرض لا، أنا ما سافرتش في الأرض، وسفر السماء بلى، يقصد سفر الترقي والارتقاء من حال الى حال، من حال دني، لان السماء جهة الارتقاء والعلو. فهمت ازاي؟ عشان كده لما سأل الجارية اين الله وكانت لا تحسن الكلام، اشارت الى السماء، اي جهة التنزيه، جهة التنزيه، فقال دعوة انها مؤمنة. يبقى يفهم منها جهة التنزيه، لا جهة ان الله في جهة زي ما فهم منها شوية البدو. بعض البدو اللي ما يفهموش لغة عربية فهم منها انها الجهة المعلومة، دول بدو. لكن السماء دي جهة التنزيه، جعلها الله قبلة الدعاء، ترفع ايدك كده قبلة الدعاء السماء، وجعل الكعبة قبلة الصلاة، وجعل الرسول قبلة الارواح صلى الله عليه وسلم، مش كده برضو؟ لانه اسوة. وبعدين الله فاينما تولوا فتم وجه الله. شفت بقى الكلام؟ يبقى ربك فاينما تولي فتم وجه الله، لكن انت تتوجه للسماء قبلة الدعاء، جهة ايه؟ جهة العلو. فهمت المسألة؟ وعشان كده بيقولوا اما سفر السماء يعني سفر الارتقاء من حال دني الى حال علي فقد سافرته، اما سفر الارض فلا. يبقى هنا بنتكلم على سفر تاني اللي هو سفر القلوب. وسمعته رحمه الله يقول: جاءني بعض الفقراء يوما وانا بمرو، فقال لي: قطعت اليك شقة بعيدة والمقصود لقاؤك. الظاهر واحد سمع ان في شيخ مربي عظيم في مكان بعيد،
فاول ما راح قابل الشيخ قال له ده انا قطعت لك مسافات طويله كل ده رغبه في لقائي. فقلت له كان يكفي خطوه واحده لو سافرت عن نفسك كنت وجدت ربك. اذا كنت انت مقصدك لقائي لادلك على ربك فانت هيا خطوه واحده اترك نفسك تجد ربك، فان لم تكن تراه، فان لم تكن يعني ان تركت نفسك ان لم تشعر بكونك تراه تعرفه. فهمت؟ مش الحديث بيقول كده؟ فان لم تكن تراه فانه يراك. يبقى بيقول لك على مقام السفر الى الله. افهم كلام النبي يفهم على كل الاوضاع، مش شرط يعني ايه فان لم تكن تراه فانه يراك كل مره لازم تقف تراه. كلام النبي يفهم في كل الاوضاع، لان النبي بيكلم كل مقامات امته، يكلم كمقام اهل الجمع ومقام جمع الجمع ومقام الفناء ومقام البقاء، بيكلم كل. فاللي بيتكلم على مقام المراقبه في اهل البقاء واخد بالك، فان لم تكن تراه فانه يراك. واذا كلم اهل الجمع وجمع الجمع يقول فان لم تكن تراه فانه يراك. فهمت؟ يبقى دي هنا وهنا وهنا مقامات كلها وكله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له كان يكفيك خطوه واحده لو سافرت عن نفسك وجدت ربك. وحكايتهم في السفر تختلف على ما ذكرنا من اقسامهم واحوالهم. سمعت الشيخ ابي عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت محمد ابن علي العلوي يقول، سمعت جعفر ابن محمد يقول، سمعت احنف الهمذاني يقول، كنت في البادية وحدي فاعييت. كانوا بيسافروا زمان للحج، يسافروا في الصحاري واحيانا مشيا على الاقدام مع القوافل. فبعض الصالحين كان زمان ما يبداش يسافر مع القوافل، ينتظر مقام تسافر ويمشي هو لوحده حتى لا ينشغل بالناس ولا يعتمد عليه، بيبقى اعتماده على الله، بيبقى عندهم حال كده. فده مسافر لوحده في البادية متوجه الى الحج. فبيقول له كان يكفي خطوة واحدة لو سافرت عن نفسك وجدت ربك. وحكايتهم في السفر تختلف على ما ذكرنا من اقسامهم واحوالهم. سمعت الشيخ ابي عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت محمد ابن علي العلوي يقول، سمعت جعفر ابن محمد يقول، سمعت احنف الهمذاني يقول، كنت في البادية وحدي فاعييت. كانوا بيسافروا زمان للحج، يسافروا في الصحاري واحيانا مشيا على الاقدام مع القوافل. فبعض الصالحين كان زمان ما يبداش يسافر مع القوافل، ينتظر مقام تسافر ويمشي هو لوحده حتى لا ينشغل بالناس ولا يعتمد عليه، بيبقى اعتماده على الله، بيبقى عندهم حال كده. فده مسافر لوحده في الباديه متوجه الى الحج، فجاله ايه اعياء شديد، مش لاقي حاجه يتسند عليها ولا حد يديله حاجته ولا يعني بني ادم يؤنسه. فرفعت يدي وقلت يا ربي اني ضعيف زمن، انا ضعيف ومريض وشيخ كبير. زمن يعني شيخ كبير ضعيف. وقد جئت الى ضيافتك، يعني وانا جاي متوجه الى ضيافتك الى بيتك. فوقع في قلبي ان يقال لي من دعاك، هو مين اللي دعاك انت تيجي ضيافتي، انت اللي دعيت نفسك مش كده؟ فوقع في قلبه الرد ده ان ربنا ممكن يقول له كده. فقلت يا رب هي مملكة تحتمل الطفيلي، يا رب ما انت ملكك واسع وتحتمل المتطفل وانا متطفل، انا اللي بعت نفسي وانت كريم. يعني هو بيرد على الهاتف اللي جاله في قلبه. فاذا انا بهاتف من ورائي، فالتفت اليه فاذا اعرابي على راحلة على جمل يعني. فقال يا اعجمي الى اين، لانه ما كانش عربي يعني، يقول له يا اعجمي الى اين، انت رايح فين؟ قلت الى مكة. قال او دعاك؟ قلت لا ادري. فقال اليس قال من استطاع الي سبيلا، وانت مش مستطيع، دعاك لي في ايه بقى فيه؟ اذا كان هو قال من استطاع الي سبيلا وانت مش مستطيع، انت اللي جبت لنفسك. فقلت المملكة واسعة تحتمل الطفيلي. فقال نعم الطفيلي انت، يمكنك ان تخدم الجمل، تعرف تسوق الجمل؟ قلت نعم. فنزل عن راحلتي واعطانيها وقال سر عليه. يبقى ربنا بعت له مدد، ربنا بعت له مدد لانه عرف يكلم ربه، عرف يكلم ربه.
فهمت ازاي؟ كلم ربه من جهة الكرم، كلم ربه من جهة الكرم لا من جهة الشرع. من جهة الشرع من استطاع إليه سبيله، فهو من جهة الشرع محبوب، هيكلم ربه ازاي من جهة الشرع؟ فراح التفت هو بقى لكمال معرفتي بربي، وكمال العارف بالله ما يغلبش مع الله، ربنا كريم صفاته كتيرة، فما تجيش تكلمه من جهة، الجهة دي تكون مسدودة، عندك جهة تانية مفتوحة. فلكمال معرفتي بربي كلمه من جهة تانية مفتوحة، قال له انا طفيلي يا ربي، بس انت كريم، ده الكريم لما يعمل عزومة ويجي واحد ما دعهوش يأكله برضه، ده الكريم من الخلق، وانت اكرم من الكرم، انت اللي خلقت الكرم اصلا في الاكوان، يبقى تحتملني يا رب والمملكة واسعة، ما بقتش علي. شفت لما كلم ربه كلام صح، رب بعت له مدد كده من عنده. ونقف عند هذا ونكمل، يعني عايز يقول لك ان ادب السفر عندهم هو كمال التوكل على الله وكمال الحسن بالظن بالله، كمال التوكل على الله مع كمال حسن الظن بالله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله. طبعا سهله يعني، كلام الصوفيه ده اصلا ما يخلصش، انت هتخش البحر هتلاقي ناس غلطت معاهم، هتعمل ايه فيهم؟ هم كده خلقتهم كده، فربنا يعني يحققنا بحقائقه ويسر بنا مسالكهم ويسر امورنا. اتفضل يا حاج. سؤال فضيله مولاتنا الحاجه اجلال. ايوه فين؟ اهلا وسهلا اخونا اسلم، احنا بس عايزين نفرح بيه وندعو الله لا ان يثبته في الاسلام وان يجعله اماما حيثما حل وان يجعله من اهل الصلاح والتقوى حيثما حل. ربنا يوفقك فيه. الحمد لله. اهلا وسهلا، ازاي صحتك؟ الحمد لله، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يوفقك. انا بس بعد ما نختم الجلسه عايز اسالك سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، وانا اعوذ بك من سخطك والنار. يستحب، مش مفروض، يستحب تكبر عند الفرح يعني والسرور، احنا القلب مكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خيرا.